طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي دي عندنا هنا 1 2 3 4 مجموعات من الاوبزرفر كونتاكت. المجموعه دي والمجموعه دي خاصين بالدي اس، المجموعه دي والمجموعه دي خاصين بالارث سويتش. دلوقتي ادي عندي الموتور، الموتور هيلف هنا مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. المجموعتين دول مع درول الموتور مع الترس هيبتدي الدراع ده يجي من هنا لهنا او يروح من هنا لهنا، وبالتالي الاثنين دول يتغيروا. في حاله الارث سويتش الدراع ده يجي من هنا لهنا او من هنا لهنا والمجموعتين دول يتغيروا. كمثال مثلا اف كات ديسكونكتور، هنلف مثلا الديسكونكتور الاولاني، الدراع دلوقتي ده هنا، كل الكونتاكتس هنا دي غيرت ايه وضعها. اوبن تاني تمام، بعد كده الارث سويتش قفل ارث سويتش، وبالتالي كده الدراع بتاعي لف، وبالتالي الكونتاكت بتاعتي بتبقى ريشه هنا كده وريشه هنا. العمود لما يلف تبتدي الريشه دي تيجي تقفل، او ان هو كان كونتاكت نورمال كلوز كده ولما الريشه تفتح يبقى هنا ايه فتح خلاص. طيب بالنسبه بقى دلوقتي للموتور، اتجاه قفل الديسكونكتور اتجاه فتح الديسكونكتور. هنا مثلا هنقفل الديسكونكتور، كلوز ديسكونكتور، لف كاونتر كلوك وايز، افتح الديسكونكتور، لف مع عقارب الساعه. طبعا اتجاه فتح الديسكونكتور هو اتجاه قفل الاير سويتش، يعني ما قفل الاير سويتش هيلف بيلف في نفس الايه الاتجاه، ولما افتح الاير سويتش هيلف في نفس اتجاه قفل الديسكونكتور اللي هو كاونتر كلوك ايه كاونتر كلوك وايز.